محلي دخل مدرسة محاربة الأمية. أمارة طنجة أدري ويشة مسكينة، والله لا أدري ويشة، راه اللي ما عارفك خسرك والله. الإخوان كاملين اللي كتشوفهم والله لا دراوش، تبين لي كتهضر رحت معايا اللي كتهضر معايا في التليفون، خصني نقول لها ها شنو قلتي؟ وهي كتهضر ديك اللغة بشوية عليها. وامارة تونجي شنو قلتي؟ ها فارسة يفريسو تفريشة. دابا امارة تونجي خصك دير معاها عرفتي شنو؟ مراجعة ديال جوج سوايع ثلاثة سوايع. دابا كتقول ليها واخونا راه طار ليه الفرخ، كتقول لك شنو كيفاش طار ليه الفرخ؟ واش كان عنده الفرخ لداخل ولا شنو؟ وانت راه طار ليه الفرخ يعني راه حماق، خصك تفسر لها كل شيء. الا غادي تشوف، الا غادي نهضر مع ماراطونجي تقريبا 10 دقائق، 10 دقائق راه عندنا هي جوج سوايع كونوا متاكدين. ولكن درويشه درويشه فرحتوها الله يفرحكم، كل شيء يشوفوا خوتهم مظلومين وقفوا معاهم راه كتفرحوهم. اي واحد فيكم، اي واحد فيكم اخوتي مظلوم تعاونوا بعضياتكم، راه هذا هو الحل الوحيد. راه كيما بغى يكون من اي طرف الانسان خصو يتعاون، لان اللي كنشوفوا هاد المشاكل اللي حاضره حاليا لا سواء في اوروب ولا في المغرب، راه كاين بزاف الانسان اللي كيتجاهلها. راه كاين الانسان مسكين مريح لا تلفازه لا ويفي لا يحزنوا، ودي راه ما كيشوفها حتى شي واحد. السيد تيمشي كيخدم، ولا كتكون السيده مسكينه بوليدات عندها في الدار، هذه كيعلم بها الله سبحانه وتعالى.